ايه رأي نيافتك في مقولة ان جسد المسيح على الارض وقت التجسد كان جسد فاسد؟ حقيقة لا يمكن أن نقول إن جسد المسيح فاسد، عيب. السيد المسيح أخذ طبيعتنا عشان يفدينا بالجسد اللي هو أخده من العذراء. فلو حد بيقول جسد المسيح فاسد، جاية فين في الإنجيل؟ جاية فين في أقوال الآباء؟ جاية فين في الصلوات؟ الإنجيل بيقول الملاك للعذراء: القدوس المولود منك كيف يكون قدوس وجسده فاسد؟ ونصوص أخرى الآباء لما اتكلموا عن جسد المسيح قالوا أنه هو أخذ طبيعتنا وحدها بشخصه، عاش بها حياة بلا خطية، وبعدين قدم الجسد دوت ذبيحة على الصليب من أجل خلاصنا. الذبيحة من ضمن شروطها ألا يكون فيها عيب. في العهد القديم لو واحد جاب خروف للكاهن يقدمه والخروف ده فيه أدنى عيب بيقوله ما ينفعش، ما قدمش ربنا حاجة بها عيب. فإذا كان جسد المسيح فيه فساد، كيف يقدم ذبيحة عن البشر؟ فما فيش أي إثبات على الكلمة. مفيش. في الصلوات على سبيل المثال، أنا طبعا مش جاهز بالإجابة، يعني ده عايزة بحث، وممكن مرة ناخد فيها موضوع ياخد له ساعة لوحده. في الصلوات بيقول نسجد لشخصك غير الفاسد أيها الصالح. فلما يطلع واحد يقول لك جسد المسيح كان فيه فساد، ده كلام محدش يقبله. طيب قد يكون القايل كده يقول لك أنا عندي قول من الآباء بيقول إن المسيح كان جسده فاسد. نقول له إيه معنى الفساد اللي بيقصده هذا القديس؟ في نوعين من الفساد، الفساد بمعنى الخطية والشر اللي فينا اللي مزروع فينا بسبب خطية آدم، والفساد لفظ قد يستخدمه حد بمعنى يسموه الضعفات البشرية غير الملامة. الضعفات البشرية غير الملامة انك تجوعي وتعطشي وتتعبي وتحتاجي تنامي، محدش يلومك عليها. وهل دي تسمى فساد سيدنا؟ للأسف هم بيعتبروا ده الفساد، وأن المسيح شاركنا في هذا الفساد. ده مش فساد، ده ضعفات غير ملامة، يسموها ضعفات أو الألام غير الملامة. وهل يعني فكرة أن جسد المسيح لم يرى فساد بعد الموت مش دي لوحدها تحسم المسألة؟ على رأيك. يعني أنا هسأله الأخ اللي بيقول أن جسد المسيح فيه فساد، أقول له كان إمتى؟ ساعة ما اتولد ولو هو عايش، ولا ساعة ما اتألم، ولا ساعة ما كان في القبر؟ إذا كان في القبر لم يرى فسادا. هما بيقولوا أصحاب هذا الفكر إن الفساد ده خلص من جسد المسيح بالقيامة من الأموات. إذن هو بيعتبر إن الجسد اتقدم على الصليب فيه فساد، ما يبقاش ذبيحة مقبولة، ده قدم ذبيحة بلا عيب. لو فرض هنقبل فكرة إنه أخذ طبيعتنا الفاسدة، يبقى الفساد ده تلاشى من جسد المسيح لحظة الاتحاد، لحظة التجسد. اللاهوت يلاشي هذا الفساد. طب والموت؟ الموت قبله المسيح بإرادته، أخذ جسدا قابلا للموت، ده تعبير القديس أثناسيوس، وبعدين قبل الموت بإرادته، بصبر عليه بإرادته، وغلب الموت في جسده وقام. غلب الموت في جسده ليه؟ إنه هو الله والجسد غير فاسد والجسد غير خاطي، الجسد معرهوش حكم الموت. في فرق بين قابل للموت وعليه حكم موت.